السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض بلانت 3D 2019، وفي قائمة مهمة قوي اسمها بروجكت مانجر. من غير القائمة دي ما تقدرش تشتغل، يعني ده بتشتغل كمشروع. انت ممكن تفتح ملف جديد اوتوكاد وتشتغل عليه عادي، تمام، بس مش تقدر تعمل مشروع كامل من غير ما تشتغل على بروجكت مانجر. طيب لو انا القائمة دي مش موجودة اعمل ايه؟ لو انا فوجئت ان القائمة دي مش موجودة بالشكل دوت، هاجي هنا عند جيت ستارت وهنزل شويه هلاقي شو بروجكت مانجر، هدوس عليها تبدا القائمه دي تظهر لي في اي وقت. ممكن لو لقيت ان في ملف انت اشتغلت عليه وبيظهر معاك تقول له ريفرش يجيب لك كل الحاجات. ممكن تيجي هنا تختار اي مشروع من المشروعات اللي موجوده، تمام، تقدر تبدل تقول له انا عايز المشروع دوت مثلا، فيبدا يفتح لك المشروع. هتلاقي في كل مشروع الملفات اللي بتاعته، سامبل بروجكت مثلا اهوت، تلاقي البلان الدروينج، هتلاقي السبيكس بالشكل دوت. هو ممكن الملفات اللي مش هتفتح دي تكون اتلغت. طيب لو انا عايز اعمل ممكن تقول له نيو بروجكت، هيبدا يسالك على اسم المشروع، هتسيف المشروع ده فين. لو انت عايز تعمل له وصف هتقول له نيكست. طب انت هتشتغل بالامبريال ولا بالمتريك؟ بالمتريك. طب بالمليمتر ولا بالانش؟ كده يبقى في اتنين مع بعض، فانا اقول لا. طيب البي اي دي سيمبل، الرموز بتاعتك تشتغل بقى واحده من دول مثلا بالايزو نيكست. طيب هيبدا بقى يحط لك الحاجات متنصبين كله في بروجكت 1، بس هيحط لك 3 دي موديل في بروجكت 1 وفولدر اسمه بلان 3 دي موديل. الشيت السبيكس بتاعه هيتحط هنا وهكذا، تقول له نيكست. طب سينج يوزر واحد ولا اكتر من يوزر؟ تمام. فينش، هيبدأ يفتح لك المشروع تقدر تشتغل عليه دلوقتي. تمام كده احنا عملنا مشروع جديد. هذا المشروع الجديد. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز افتح مشروع هقول له اوبن وابدأ اختار المشروع الفولدر اللي فيه. هتلاقي الاوبن ما بيفتحليش جي دبليو جي، بيفتح لي اكس ام ال. اكس ام ال ده بيكون مرتبط بيه كل الحاجات الدي دبليو جي والحاجات السبيكس والاكسل، وكله مرتبط بملف الاكس ام ال ده. فانا لما اجي افتح مشروع بدور على الاكس ام ال، اقول له اوبن وهيبدا يفتح لي المشروع بالشكل دوت.